السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في برنامج البشارة وحلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. في حلقة البشارة نتعامل مع البشارة بين الماضي والحاضر، ونتجول بين الماضي والحاضر، ونأخذ هذه البشارة في الماضي والحاضر. البشارة شيء جميل، البشارة فرحة، وبشارتنا اليوم لكم وهو بشارة العودة من السفر. عودة المسافر من السفر الطويل، عودة الغواص من رحلة الغوص الطويلة، وعودة الحاج من سفرة الحج الطويلة، وسفرات وأمور الرحيل والعودة من السفر. هذه أمور تعودنا عليها في ماضينا من خلال تراثنا، من خلال ما تناقله لنا الأجداد، أن هذه البشارة لها أهميتها، لها مكانتها، لها وقعها الخاص على من يستقبل هذه البشارة. بشارة الغوص أو عودة الغواصة من رحلة الغوص على اللؤلؤ. هذه الرحلة رحلة طويلة تستمر ما بين 4 شهور إلى 3 شهور، وكانت هذه الرحلة، إذا فكرنا بها نحن الآن فنقول أن هذه الرحلة كانت صعبة، تحمل الكثير من المتاعب وتحمل الكثير من المصاعب، والذي يعود بعد هذه الرحلة قد يعني كتب له عمر جديد. فهذه بشارة جميلة، العودة من التجارة. والتجارة كانت عندنا في هذه البلاد إما إلى الهند، أو التجارة إلى العراق، أو إلى السعودية، أو إلى الكويت، أو حتى إلى دبي من هذه المناطق. فهذه تعتبر رحلة سفر، وأيضاً تأخذ لها وقت من الزمن، ليس بقصير، فالمسافة بعيدة والمشقة كبيرة. وهذه أيضاً من المسرات التي تدخل على النفس الراحة والفرحة. فإذن هي من البشارة الجميلة، الأخبار الحلوة التي يتمنى أهل المسافر أن تكون قد وصلت إليهم. أيضاً العودة من الحج، فالحج ليس كزماننا الآن رحلة تستغرق ساعة أو ساعتين ونصل إلى الأراضي المقدسة، وتأخذ منا إما أسبوعاً أو 10 أيام أو كما تكون الرحلة، لكن في الماضي كانت تستغرق 4 شهور إلى 5 شهور، وكانت أصعب هذه الرحلات، وكان أصعب هذا السفر، أصعب هذا السفر كانت هي رحلة الغوص. عندما تأتي البشارة، والبشارة يحملها هذا الشخص الذي يسمى المبشر بهذه البشارة، أو الذي يحمل الخبر السعيد. البشارة وصلت المحامل من السفر، أو البشارة وصلوا الغواصة. هذه البشارة قد تصل قبل عودة المسافرين بيومين، أو في نفس اليوم، أو قبلها بأسبوع، أو قبلها بأسبوعين. المهم الأشخاص يترقبون عودة هؤلاء المسافرين. الأم تنتظر عودة الابن، والزوجة تنتظر عودة الزوج، والأبناء ينتظرون عودة الوالد. يا لها من مشاعر كانت
مخزونة داخل القلوب، أن نفارق وننتظر من فارقناهم لشهور أو حتى لسنوات. نعم، إنها رحلة طويلة، وأيضاً من فارقناهم لسنوات فكانت رحلة السفر للبحث عن عمل ومورد لحياة الأسرة وداعم لاقتصاد الأسرة كان السفر إلى الكويت. كثير من الآباء ومن الأجداد قد سافروا إلى الكويت وإلى السعودية دمام وإلى البحرين للبحث عن العمل، فرصة عمل. هذه الرحلة تستغرق السنتين الأربع سنوات، فما بين الأربع سنوات إلى السنتان فهناك عمر انولد، مواليد، فحياة وهبت لمولود، أو أن الله سبحانه وتعالى قد قبض أرواحاً كانت تعز على هذا المسافر. فيا لها من رحلة ويا لها من بشرى، فتصل البشرى إلى الحارة، فلان سيأتي غداً، أو الغواصة سيصلون بعد غد. فما الذي يحدث يا ترى؟ نتخيل الآن نحن ما الذي يحدث في تلك الساعات، ما الذي يحدث عند وصول هذا الخبر. فيحاول المبشر بهذه البشارة أن بهذا الخبر أن يستقصد زوجة هذا المسافر، أن يستقصد أم هذا المسافر، وبالأخص نحن ما يعنينا هنا زوجة المسافر. فتذهب إليها البشارة أن فلان أبو فلان راعي البيت صاحب البيت أبوكم والدكم سيصل بعد غد، سيصل من الكويت في العريبي أو عند المكان الفلاني في اليوم الفلاني. يأخذ البشارة وهي الهدية التي طبعاً ينتظرها من صاحبة البيت. فهذه البشارة كانت بسيطة جداً لكنها كانت مفرحة، كانت تعني شيء جميلاً، قطعة من قماش أو حفنة أو كيلو من الأرز أو القمح أو شيء من الزراعة ما تجود به الحياة في ذلك الوقت. المهم أنه قد رضى هذا المبشر بهذه الهدية وطار بها فرحاً ونسى أمرها، لكن تبقى الفرحة وتبدأ فرحة جديدة، ويبقى عيد جديد، يبدأ عيد جديد، وتبدأ مراسم جميلة جداً في منزل هذا العائد من السفر. لو أغمضنا أعيننا وتخيلنا معاً أعزائي المشاهدين كيف تكون المشاعر، كيف تكون هذه الأحاسيس، كيف يكون الموقف. في ساعتها ربة البيت أم فلان تضرب أخداس بأخماس أو أخماس بأسداس من شدة الفرحة، ففارقت الزوج أربعة أشهر أو أربع سنوات أو سنتين العائد من السفر أو عائد من الكويت أو عائد من رحلته. فتبقى هذه الفرحة لها معناها الخاص في ذاك المجتمع البسيط المترابط، حتى المشاعر تكون أيضاً لها قيمتها. فالمشاعر أينما وجدت فهي ترسم الفرحة، فكانت لهذه الزوجة فرحة كبيرة في استقبال هذا الزوج، فتقوم بإعداد نفسها إعداداً يليق بهذا الزوج. فهي فارقت الحبيب وهي فارقت أبو العيال
وهي فارقت رأس مالها وتاج رأسها أبو فلان، فهي الآن تريد أن يكون لها نصيب كبير من هذه الفرحة. فتعم الفرحة بين أهل العائد فتبلغ عمتها أو تبلغ أهل البيت أو تبلغ أولادها بعودة هذا الغائب بعد سنوات طويلة. ثم تبدأ بعد ذلك بتجهيز البيت. وما هو البيت؟ البيت هو عبارة عن الحوش، عبارة عن الكرين كما قلنا. تتخيلون معي ما هو هذا البيت أو المخزن الجميل والهدوء يعم أرجاء البيت برغم ما فيه من عدد أفراد الأسرة. البيت يحتاج إلى تنظيف، يحتاج إلى ترتيب، يحتاج بما تجود بها تلك الساعة، بما تجود تعمل على ترتيب هذا البيت، لا يتغير منه شيء لأن المورد في ذلك الوقت لا يساعد على أن تستبدل أثاث بأثاث أو أنها تغير السرير أو تغير شيء، وإنما تعمل على استحداث شيء جميل حتى تسر من جاءها بعد هذه الرحلة. فاصل ونواصل معكم هذا الحوار. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين ونستكمل هذه المرأة التي كانت تعد الأيام وتعد الشهور وتعد السنوات حتى تستقبل هذا العائد من السفر. كيف تجهز البيت؟ كيف تجهز الأولاد؟ كيف تجهز نفسها يا ترى؟ من أحاديث الأمهات والجدات نتحدث نحن عن هذه الفترة، عن هذه المرأة، عن هذه الشخصية العظيمة، الأم، الزوجة في البيت. البيت يتكون من غرفة، المخزن، الكرين والمطبخ بالإضافة إلى الحوش، وتتصورون معي الآن هو المنزل. قلنا لا تستطيع أن تغير من الأثاث، وأحياناً تستطيع لكن في كثير من الأحيان لا تستطيع أن تغير شيء. لكن كيف تبدع هذه المرأة في تهيئة هذا المنزل للعائد برغم قلة إمكانياتها؟ فتقوم بتنظيف البيت وتقوم بنخل الحوش، نخال يسمونه، نخل الحوش نخال، معناه تنظيف هذا الحوش بما فيه من محتويات بحيث يبدو كأنه قد استحدث حاليا، أنه جديد، أنه الآن هو إذا دخل إلى بيته يحس أنه هذا البيت نظيف. لا تستعين طبعاً بالخادمات، وليس عندها المربيات وليس عندها الذين يعاونوها، وإنما تقوم هي. صحيح معها أم الزوج أحياناً، تكون مع خوات الزوج أيضاً أحياناً يكونوا في البيت، فقلنا ربما تكون هي داخل أسرة ممتدة. الفرحة لو تنظرون معي هي فرحتها هي وليست فرحة الجميع، وإن كان الجميع سيفرحون ولكن فرحتها هي بهذا العائد من السفر. فتذهب إلى كل مكان في البيت، إلى كل جهة، إلى كل زاوية، فتعمل على أن تهيئها التهيئة المناسبة في التنظيف والتشطيب وأيضاً والتحسين. تعمل على تغيير المخدات من مكان إلى آخر، تعمل على تغيير فراش السرير إن كان وجد عندها. وأمهاتنا وجداتنا
في الماضي كانوا يحتفظون لهم بأمور يعني احتياطية، فيكون للسرير غطاء احتياطي يستخدم في مثل هذه المناسبات، وأحياناً يكون من الأمور المادية الجميلة جداً، فيكون مطرح أحمر أو مطرح أزرق أو أياً كان، المهم أن يكون عندها شيء يغير في هذا الفترة، فتغير غرفة النوم وتجهزها بالبخور الذي كان متوارد أو متوارث عندهم في ذلك الوقت. أما نفسها فتعمل على تطيب نفسها بالحناء، فتحني شعر رأسها، وتعمل أيضاً لها ما يسمى بزينة أو الروائح من الورس والزعفران والمخمرية إن كانت وجدت عندها، فهو على حسب إمكانية كل امرأة، لكنها لا تعدم هذه الزينة، فتريد أن تكون هي في أبهى حلة وفي أحسن صورة. الحناء وهو ما كانت تعمل المرأة في الماضي على استخدامه كزينة في الأعياد وفي المناسبات، وهذه أيضاً من المناسبات الجميلة، فلا ترى المرأة إلا ويدها مخضبة بالحناء الجميلة التي كانت تستعمل من المزرعة أو من عند الجارة أو من عند أحد الأقارب، المهم أن تكون قد استعدت بهذا اللون من الحناء الجميل. والشعر أيضاً تهتم فيه اهتمام جميل بوضع الروائح الجميلة، فهي كانت تتطيب المرأة بالزعفران كما أسلفت، وتتطيب بالورس، وأيضاً تتبخر باللبان، وأيضاً كانت تعمل على مزج بعض أنواع من البخور مع بعضها البعض، فتأتي بروائح جميلة. الأولاد وهم أيضاً من تقوم الأم بإعدادهم لاستقبال الوالد، فتعمل على أن تعلمهم من هو القادم، من هي الشخصية التي سنحتفل بها، إنه الأب. ربما هناك صغير لم يرى أباه، فهي ربما ذهب عنه وهو في عمر السنة أو 6 شهور، أو أنها كانت حاملاً فلم يرى أباه، فتعمل على التهيئة التربوية لهؤلاء الأبناء والبنات، على أنه القادم هو ضيف له مكانته وله احترامه، بأن كيف تستقبل أباك، كيف، ما هي العبارات التي تقولها عندما تستقبل أباك؟ استقبله بالأحضان، استقبله بكلمات الحب، استقبله بما يدور في خلدك، أنت ماذا تريد أن تقول لأباك؟ فكانت تعلم الأبناء ما هي منزلة الأب، فكانت للأب منزلة كبيرة ومنزلة احترام وتقدير في الماضي. هذه المنزلة أتت وهذه المكانة أتت أن هذه الأم لم تبخل أن تعلم الأبناء من هو الأب، فهو الذي سافر وتحمل مشاق السفر حتى يؤمن لكم الحياة الجميلة، الحياة السعيدة، أن يؤمن لكم لقمة العيش كما كانت تسمى. هي الأم إذا أرادت أن تبني الاحترام والتقدير عند الوالد، فإذا تهيئ الأولاد وتهيئ البيت كله بمن فيه، أم الزوج، أبو الزوج، الجد والجدة، الخوات، وأيضاً من يكونون معها في هذا المنزل، فتعمل على رسم حلقة من التواصل بين أفراد الأسرة حتى تعم الأسرة، فإعداد الطعام يكون مشترك، وأيضاً الفرحة تكون مشتركة، فهذه اللوحة الفنية الجميلة للفرحة في الماضي بعودة من كان في السفر، هي لوحة ترسم
من حيث العواطف التي تنبع من كل شخص تجاه الآخر. فهو قادم، فهو يعني الأم ويعني الزوجة ويعني أخته ويعني خالته ويعني عمته. فإذا توصل، إذا استقبلت هي الخبر، توصل الخبر إلى كل من يعنيهم هذا، عائدا من الحج أو عائدا من الغوص أو عائدا من السفر، فهو العائد. وهذه هي البشارة التي استقبلتها، فتكون بشارة جميلة. على موعد معكم في بشارة جديدة، ولنا لقاء آخر.